إذن التمرين الثالث لتكون الجدالة خطية بحيث جي لناقص 2 تساوي ناقص 3، بين أن جي إكس تساوي 3 على 2 إكس. إذن بكل بساطة، إذن صيغة الدالة جي، أولا المعلومة الأولى التي لدينا هي أن الجدالة خطية، كما تلاحظون الجدالة خطية. إذن جي دالة خطية يعني جي إكس تساوي أ إكس، واضح؟ يعني والهدف هنا هو تحديد أ، صيغة جي يعني نحدد أ، هو جي إكس على إكس، أ هو جي إكس على إكس حيث إكس يخالف الصفر يساوي. هنا نطبق جي لناقص 2، لماذا؟ لأن لدينا جي ناقص 2، إذن جي لناقص 2 على ناقص 2، أن جي إكس على إكس، وجي لناقص 2 هي ناقص 3، إذن ناقص 3 على ناقص 2 يعني تحذف الناقص مع ناقص تبقى 3 على 2، إذن جي إكس 3 على 2 إكس، واضح؟ السؤال الثاني، أنشئ تمثيل مبياني للدالة جي في معلم متعامد ومنضب. لكي ننشئ تمثيل مبياني للجي يجب أولا أن نبحث عن المعطيات. أولا جي دالة خطية يعني منحنى يمر من أصل المعلم، هذه الفكرة الأولى. جي دالة خطية يعني تمثيلها مبياني يمر من أصل المعلم. والمعلومة الثانية نحسب صورة أحد الأعداد، هنا أسهل عدد هو جي لإثنان، لماذا؟ لكي تختزل إثنان مع إثنان. ويمكن أن نستعمل كذلك جي هذا المعطى، جي لناقص 2 يساوي ناقص 3، واضح؟ إذن يمكن أن نستعمل جي لناقص 2 وناقص 3، أو يمكن أن نحسب جي 2، جي 2 هو 3 على 2 في 2 يعني 3، يمكن أن نستعمل جي لإثنان كذلك. نحن سوف نكتفي فقط بجي لناقص 2 يساوي ناقص 3. إذن نقوم بإنشاء معلم متعامد ومنضم. إذن المعلومة الأولى هو أن الدالة خطية يعني تمثيلها مبياني يمر من أصل المعلم، يعني يمر من هنا. والمعلومة الثانية هو أن جي لناقص 2 هي ناقص 3 كما تلاحظون، ونقوم بإنشاء المستقيم. إذن هذا هو تمثيل مبياني للدالة جي نرمز له بالسي جي أو دلتا أو دي إلى غير ذلك. إذن انتهينا من التمرين التالت، نمر إلى التمرين رقم 4. إذن التمرين الرابع، نعتبر الدالة التآلفية F المعرفة بما يلي: Fx تساوي 1 على 2x زائد 1. إذن سوف نستعمل الدالة أكتبها هنا. إذن السؤال الأول، أحسب صورة العدد 2 بالدالة F. إذن F 2 تساوي، نعوض x ب 2 بكل بساطة، 1 على 2 في عوض x نضع 2 لأن لدينا F 2 زائد 1 تساوي، هنا لدينا الضرب والجمع، نبدأ بالضرب، وبما أن لدينا الضرب أو الجداء نختزل 2 مع 2 تبقى 1 زائد 1 تساوي 2، إذن F 2 هي 2، إذن صورة 2 هي 2. إذن السؤال الموالي، العدد الذي صورته صفر بالدالة F، العدد الذي صورته صفر بالدالة F هو حل المعادلة f x يساوي صفر. إذن العدد الذي صورته صفر هو حل هذه المعادلة، يعني هو x بحيث f x يساوي صفر، أي يعني f x هي 1 على 2 x زائد 1 يساوي صفر، يعني 1 على 2 x يساوي ناقص 1، يعني x هو ناقص 1 في 2 يعني ناقص 2. إذن العدد الذي صورته صفر هو ناقص 2، أو أكتب f ناقص 2 يساوي صفر، واضح؟ سؤال 3، هل المستقيم دلتا الممثل جانبه هو التمثيل المبياني للدالة f في معلم او جي؟ علي جوابك، واضح. إذن لكي يكون دلتا تمثيل مبياني ل f يجب أن يمر من ناقص 2 صفر، سأضع هنا في الوسخ، و أيضا صفر واحد، إذا قمنا بحساب صورة صفر سوف نجد واحد، أو اثنان اثنان. للأسف مستقيم دلتا غير واضح هنا، إذا بكل بساطة سوف أعطيكم طريقة الجواب، سوف أشاهد هل المستقيم مثلا إذا كانوا قد أنشأوا هذا المستقيم دلتا، مثلا نفترض أن مستقيم دلتا هو هذا المستقيم مثلا عشوائيا، وأن محور الأفاصيل هو هذا المستقيم،
ومحور الأراتيب هو هذا المستقيم. إذن لاحظ، إذن هل دلتا هو تمثيل مبين الدلالة في هذه الحالة أم لا؟ إذن نلاحظ، هل يمر من ناقص 2 صفر؟ إذن ناقص 2 إذن لا يمر من ناقص 2 صفر، إذن فهو ليس بتمثيل مبين لي F بكل بساطة. دلتا ليست تمثيلا مبينيا ل F لأن دلتا لا يمر من بكل بساطة النقطة ناقص 2 صفر بكل بساطة، لأن صورة ناقص 2 صفر بكل بساطة. إذا كان لا يمر من إحدى النقطتين فقط، يعني واحدة فقط، فهو ليس بتمثيلا مبينيا ل F. لكن إذا كان يمر من إحدى النقطتين ولا يمر من الأخرى، فهو أيضا ليس بتمثيل مبيني ل F.